السلام عليكم. اليوم رمضان كريم مرة أخرى. اليوم غنتكلموا على الصوم ديال مرض السكري. أنا الآن في العيادات ديالنا كنشوفوا واحد مجموعة ديال الناس هذه فترة كيجيو قبل رمضان أنه يسولوا الطبيب واش نصوم ولا ما نصومش. سنعرفوا بأنه أولا وقبل كل شيء أن ما هو مرض السكري، هو باش نلخصوا هو خلل في ضبط السكر. الدات ما بقاش كضبط السكر، أنه طلع ما كتنزلوش لبلاصتو ولا نزل ما كتردوش لبلاصتو، هذا على مستوى الخلل التام. ولكن عند مرض السكري كيبقى هذا الخلل النسبي. إذن الخلل كاين في البنكرياس، ما كينتج الانسولين على حسب الحاجيات ديال الاكل ديال الانسان، وكذلك بالنسبه للكبد انه كينتج الجليكوجين وهو ماده سكريه اللي وقت اللي كنكونوا جيعانين انها الذات كتعطينا هذاك السكري، هذاك الجليكوجين، باش السكر ما ينخفضش، مش حفاظا على الذات ديال الانسان. بالنسبه واش الانسان يصوم ولا ما يصومش، ما يمكنش نطبقوا هذه القاعده على جميع مرضى السكر. هو الاصل ان الله سبحانه وتعالى متين وكنتم مرضى على سفر في عده من ايام اخرى، يعني حتى المسافر الله سبحانه وتعالى كان هذا رحيم به. والمرض كيختلف، كاين الناس اللي عندهم مرض ولو مرض، بعض المرات بعض الامراض اللي كتكون حاده ورغم هذاك الشيء ممكن الناس يصوم. ولكن بالنسبه للداء السكري كيطرح واحد الاشكال، حنا كاين مخاطرات. المخاطره الاولى وهو انخفاض ديال نسبه السكر، وهذا الانخفاض ماشي ان بعض الاحيان انه كيجيب كيعطينا اشارات الانذار وهو التعرق والعياء والدوخه والعرق، العرق بارد الى اخره، اضطرابات ديال الشوف الى اخره. فهاد الامراض فهاد العلامات كيعرفها المريض. بعض الاحيان مع السكري الى قدام هاد الوسائل الانذار كتضرب، ما كتبقاش كيعلموا، كتولي مخاطره ان انسان ماشي يعرف راسو واش فيه منخفض ليه السكر، حتى ممكن يغيب في اي وقت. الا كان في داره ممكن الناس انه يديروا ليه النجده، ولكن الا كان على برا كيشكل انه يكون صايق ولا يكون خدام ولا يكون في الاعالي الى اخره. فهاد المخاطره الاولى هي هذه. المخاطره الثانيه هي التجفف، هي لا ديزيداتاسيون، ان الانسان محتاج بالماء خصوصا في الفترات اللي كيكون النهار طويل. ملي كيكون النهار قصير ان مجموعه ديال امراض السكري يقدر يزعموا بطبيعه الحال بالمراقبه ديال الطبيب، مراقبة الطبيب اللي كيعطينا برنامج ديال مراقبه السكري الى اخره. كاين الناس اللي ما عندهمش هذه الامكانيات، فكيطرح كتبقى القرار الاساسي كيرجع للطبيب. هاد لا ديزيدغاتاسيون كتخليه انه كيدير واحد القصور كلوي وظيفي كل نهار، وبالتالي كيملي كان الليل قصير انه ما عندوش فتره ديال الارتواء حتى ديال الاكل باش ياخذ الحاجيات ديالو ديال الحراريات باش يغذي الجسم ديالو. اذا بالنسبه للمرضى السكري اللي موجب للانسولين، اللي كياخذوا الانسولين خصوصا النوع الاول، فكنعتقدوا بانه هذا مخاطره ان الانسان يصوم، بالتالي الصوم كيبقى ممنوع. بالنسبه للنوع الثاني اللي كيطلب الحميه وبعض الاقراص الى اخره، فكتبقى الاستشاره ديال الطبيب والقدره ديال الانسان انه يراقب الانسان. ولكن رغم هذاك الشيء ان الرخصه عنده، صفهم بان الرخصه عطاها الله سبحانه وتعالى. مثل الحديث الشريف كيقول الله يحب ان تؤخذ رخصه كما تؤخذ عزائمه. فهذا الانسان اللي بعض الناس كيكونوا عندهم رغبه ذاتيه نظرا لايمانهم القوي الى اخره، وهذا الشيء ما كندخلوش فيه، كنشجع كنقول مزيان، ولكن كنعطيه النصائح. ملي كيبغي يصر على الصيام نقوم بمواكبته بطبيعه الحال
بطريقه اللي غادي كاين بروتوكول اللي غادي نخليو الناس انه كيفاش يراقبوا السكر ديالو وكيفاش ياكل مع الحرص انه الا حس بشي حاجه ماشي يسلي ولا حس بشي عياء هذا ما خصوش يغلب الايمان على الوضع الصحي ديالو خصو يوقف الصيام وهاد الامور هذه الا تسلح بها الانسان اعتقد انه ما تكونش مخاطر لان شفنا بعد الحالات اللي خطيره اللي ادت الى الوفاه ديال بعد ارباب الاسر وبالتالي انه كانت واحد التهور ديال هاد الناس هذه وخص يعرفوا بانه ربي رحيم بالعباد ديالهم.